عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودوا في كل يوم عندنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم باش نحكيو على صيحة فزع من الصحفي سمارة، وقال إن وزارة الداخلية أبلغتني رسميا بأنني موضع تهديد إرهابي. هاي صحة النومة. قال النائب في البرلمان الصحفي سمارة أنه تلقى إشعارا رسميا من طرف السلطات الأمنية بأنه موضع تهديد إرهابي، إضافة إلى عدد من النواب والشخصيات السياسية الأخرى في البلاد. توا الآخرين نقولوا معارضين وغيرهم موقفين البلاد، وانتي علاش بربي؟ من باس معنا بيك انتي وقت ضربت عبير موسي ما كنش نعرفوك. وعبر سمارة في تصريح لإذاعة إكسبريس يفهم عن ثقته الكاملة في المؤسسة الأمنية والعسكرية الذودي عن الوطن وإفشال كل المخططات الإرهابية. كي عندك فيهم الثقة على الجيش كنا أحنا. وتحدث النائب سمارة عن خلافه مع رئيس كتلة الدستوري الحرة عبير موسي، من وقت إن ما عادش نعتبرك راجل كي ترفع يدك على امرأة وبالغدرة. واعتبر أن موسي قامت بممارسات استفزازية ضدهم، مضيفا أن موسي لم تعتذر عن ممارساتها الاستفزازية، وأن ما تقوم به داخل البرلمان يعد محاولة للسطو على الديمقراطية المتعثرة والناشئة وليس من العمل السياسي في شيء. انت يوم خاسيب ما تظهر الجملة وما تحكي الجملة بعد استظهار قوتك مع العضلية على امرأة تحت في عينين الناس الكل. ما تنسيوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ونقولكم باي باي.